المرصد الوطني للهجرة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة أطلق اليوم حملة تصحيح التوعوية حول الهجرة النظامية. أكثر تفاصيل قدمهم رياض القاضي المكلف بالأعلام في المنظمة الدولية للهجرة الإيافامة. حملة عندها ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول هو توفير معلومات واقعية وموضوعية عن واقع الهجرة غير النظامية والظروف التي يجد فيها المهاجرون غير النظاميون أنفسهم فيها في أوروبا. نحكي عن الاستغلال، التمييز، الظروف المعيشية الصعبة والعزلة الاجتماعية. أما بالنسبة للهدف الثاني فهو توفير معلومات عن فرص الوصول إلى التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل أو لتلقي الدعم لتطوير مشاريع في مجال ريادة الأعمال. أما الهدف الثالث والأخير هو ضمان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الهجرة النظامية بما يتلائم مع احتياجات الشباب ومهاراتهم من خلال برامج تبادل وهجرة وتحسين الوصول إلى الفرص التي تتيحها اتفاقات الهجرة الثنائية بين تونس وعديد بلدان.